ثورة قامت يوم 26 سبتمبر. يوم 27 سبتمبر الملك سعود كان عنده حالة هستيريا وبدأ يبعت السلاح إلى نجران وإلى جيزان. معركة اليمن معركتنا، ثورة اليمن ثورتنا. واثقين من أننا في المضي في طريق تطبيقها، إنما نمضي نحو تطلعاتنا ومطامحنا على أن العمل من أجل إنجاح برامج هذه الخطة هو المقياس الحراري للوطنية والصدق والإخلاص للشعب والوطن والثورة ومبادئها الستة الخالدة.